بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم المتتبعين تاعي الاعزاز، حياكم الله وحفظكم أينما كنتم داخل المغرب أو خارجه. قناة حواء للوصفات والمواعد ترحب بكم من جديد في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم وأنتم في أحسن الأحوال والظروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء قائما، والعلم الحديث يثبت أن شرب الماء واقفا يسبب عسر الهضم والغازات، ويسبب أيضا تشنجات عضلية في المريء، كما يسبب أضرارا للكلى، لأنه لا يمنح للكلى وقتا كافيا لتنقية شوائب الماء. Thank you.
نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وما تنسوش ابوناو عندي في القناة باش يوصلكم كل جديد. قال يا إلا نودعكم للذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.